بعدين انت كنت فين وسايبنا لمراتك وحماتك يبهدلوا فينا؟ يا سلوم يا سلوم يا سلوم، كنا عملنا ايه فيك بقى احنا ان شاء الله؟ مامي احنا اصلا ما كناش بنتكلم معاهم. ما بتكلميش معانا ليه يا حبيبتي؟ مش قد المقام ولا مش قد المقام؟ ها قولي لي فعلي ان احنا مش قد المقام عشان اخذوها لك عينك. انت ما حدش وجه لك الكلام خالص يا زفت انت. نعم تقدر توجه لها كلام؟ ده انا كنت بهدلك وطلع عينك. الله عليك يا دول، أنا طول عمري عادل عايش في الحياة الهادية دي. الهدوء ده عامل زي المخدرات، لو أخدته مرة مش هتسلاه أبدا. أنت هتقول لي يا أستاذ زكي على الهدوء؟ أنا بقالي أسبوع باجي أخد من الهدوء اللي عندك ده وأهرب شوية من السيرك القومي اللي موجود تحت. بس أنت برضو عندك حاجات مش موجودة عندي. حاجات زي إيه يعني؟ ستات. قصدك إيه يا أستاذ زكي؟ قصدي يعني ان انا ما عنديش حد يعمل لي الاكل، يسيق لي الشقه، يغسل لي الهدوم. طول عمري عايش لوحدي يا عادل وبعمل الحاجات دي بنفسي. ايوه انت برضه يا استاذ زكي يعني لو اتجوزت وبقى عندك اسره واولاد ودول يجيبوا اهاليهم هيبقى عندك نفس السيرك القومي ده يعني. خلاص يا عادل خلاص، انا مانيش، انا مفيش، انا قطر الجواز فاتني من زمان. انا قصدي يعني لو ممكن يا عادل تساعدني على سبيل الاخوه المروه الحنوة. يا سلام يا أستاذ زكي، أمرني، شوف عايزني أعمل إيه وأعمله لك على طول. يعني لو ممكن نعمل عملية تبادل صغيرة. إيه ده إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ عيب يا أستاذ زكي، إيه اللي أنت تقصده بعملية التبادل ده؟ عايز إيه يعني؟ جرى إيه يا أستاذ عادل؟ أنت فهمتني غلط، أنا قصدي يعني لو أنت والأسرة الكريمة ممكن تعتبروني فرداً من أفراد الأسرة. آه عايزنا نتبناك يعني. يا ريت، بس طبعا مش هينفع. انا قصدي لو ممكن يعني اي حد من افراد الاسره الكريمه يسيق لي الشقه، اي حد من افراد الاسره الكريمه يعمل لي اكله حلوه بيتي كده ماشي. هو لو على الاكل يعني وشويه نظافه كده بسيطه لهدومك ولا حاجه ما عنديش مانع يعني. اه ما هو برضو النظافة حلوة. النظافة اعمل لك ايه في النظافة يعني؟ ابعت لك واحدة من الست الستات اللي عندي تليفك يعني ولا ايه النظافة دي يا استاذ؟ الله عليك. لا يا استاذ عادل، انا بستحمى مرتين في اليوم والحمد لله. انا قصدي لما اكون خارج يعني لو اي حد من افراد الاسرة الكريمة يجي يسيق الشقة. انا مش عارف حكاية التسييق دي معاك، لكن عموما اسألهم، اصل ده طلب صعب يعني، ده عايز واحدة شغالة، بس هسألهم يعني. وفي طلب اخير يا استاذ عادل. اكيد بقى عايز تفتح الشقتين على بعض وتعمل سلم داخلي. لا 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 لا، ليه؟ السلم الخارجي موجود. انا قصدي يعني انك انت ما تاخدش الحاجات اللي بطلبها منك دي على سبيل المقايضه. مقايضه يعني ايه مقايضه؟ انك تعتبر ان الحاجات اللي بطلبها منك دي عشان انت بتيجي تنام عندي وبتنعم بالهدوء والراحه والسلام النفسي. لا انا بطلب الحاجات دي منك يا عادل كصديق كشقيق كاخ. اخ كل ده عشان شويه الهدوء اللي انا باخدهم يعني. ربنا يكرم يعني يا استاذ، ربنا يكرم. ايوه دوق الهدوء وهو هتفوق، ده الهم طوق فكه يا مخنوق، وريلاكس ريلاكس. غلط، اكبر غلط. الاكل اتاخر يا سعاد والغسيل لسه ما جاش. ان شاء الله الاكل هيوصل والغسيل هيجي وكله هيبقى تمام. معلش يا استاذ زكي سيبني اخد جرعه الهدوء بتاعتي، انا حاسس ان انا جسمي كله بيهرش يعني. ان شاء الله الاكل هيوصل هيوصل هيوصل. اطمن اطمن اطمن، الجرعه هتاخدها في معاده. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ ايوه ايوه الغدا يا عادل، على الله يطمر فيك، شايله على قلبي. امسك. وطي صوتك وطي صوتك. مين اللي على الباب يا عادل؟ لا ده الغدا وصل يا استاذ زكي. استاذ زكي بتعملوا ايه مع بعض؟ ما بنعملش حاجه، نتكل على الله. مع بعض ازاي انتوا لوحدكم؟ نتكل على الله. انت مالك انت مالك؟ الغدا وصل اهو، ها اخد الجرعه بتاعتي بقى.
مش لما نتغدى الاول؟ لا لا معلش، انا محتاج بس ان انا انام خلاص، جسمي حاسس انه فايق. يا ترى مين اللي جيت هنا؟ ايوه بابا، ده الغسيل بتاع عمو زكي، ماما قالت لي اطلعه. طيب متشكر. مين اللي على الباب يا عادل؟ ده الغسيل وصل، الغسيل وصل. تكره الباب، تكره الباب. اتفضل حضرتك، الغسيل بتاعك اهو، اكلك قدامك، مش ناقصك اي حاجه. انا عم بقى بشويه هدوء والنبي. الله عليك، كده كله تمام وهتنعم ان شاء الله. أوه، مين اللي جاي تاني دلوقتي؟ انا قلت بقى الشقه هنا هاديه وانا عايز اصلح الكراسي واركز، والشقه تحت زيطه ودوشه، فقلت اجي هنا عشان اخلص شغلي. تيجي هنا فين؟ اتفضلي يا استاذه سناء، زي بيتك برضو. زي بيتها ايه حضرتك؟ حضرتك مع بيتها تحت، يعني جاي هنا تعمل ايه حضرتك؟ عيب يا عادل، دي اختك ومن حقها تنعم بلحظه من الهدوء. ماشي، بس تقعدي بقى على جنبه من غير دوشه خالص. ها يا عم روحي يا شقتك. اوعى. وبعدين في الجرس ده بقى النهارده. والله البت سناء عندها حق، الشقة هادية خالص. يا ماما انت جاية تعملي انت كمان يا ماما؟ يا ابني كنت بعمل لك بلوفر عشان الشتاء، ما عرفتش اركز فيه، قلت لما اطلع هنا منه اخلص البلوفر ومنه ريح اعصابي من الدوشة اللي تحت. اهلا اهلا يا حاجة، اتفضلي. تتفضل فين حضرتك يعني؟ بيتها تحت حضرتك. اهلا يا حاجة. اهلا فيك. وبعدين بقى في الجرس اللي مش هيسكت ده. والله معاك حق يا ياسمين، الجو هنا هادي وصحي ومفيد جدا للمذاكره. صحي ايه ومفيد ايه اللي انت جايه تقولي عليه؟ الصور تنفع مطلع اغنيه. احنا جايين نهزر؟ وبعدين يا سناء قلنا من غير صوت خالص. عايزه ايه يا راجل؟ عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ مامي ونجلاء مقطعين بعض تحت وماسكين في خناق بعض، والبنت عندها امتحانات وعايزين يذاكر، قلنا نيجي نطلع هنا طالما الجو هادي عادي. لا 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 لا، ما دام عندها امتحان وبلازم تقعد تذاكر هنا في هدوء. اتفضلي يا مدام، اتفضلي يا ياسمين. وحضرتك اي حد يجي تدخله كده اهو. طب ما انا انزل بقى اجيب بقيه الناس على هنا على طول. ييجوا اهلا وسهلا. منوره يا حاج. لا لا معلش يا عادل، احنا جينا معلش، ما يهمكش. رانيا بصي بقى، البنت دي اللي هتجنني خلاص، مش قادره عليها. رجع هنا وقعدي. راحت نزلت جابت بلوزه تقرف الكلب، تقرف زباله، يعني انا ما اقدرش ادخل البادي ده جوه البيت بتاعي، ما اقدرش. يوه يا نجلاء، ما 100 مره قلنا لك بلاش ذوقك يبقى زباله وتروحي تجيبي حاجات مش لاقي عليكي. ما تروحي تجيبي حاجه لاقي عليكي، هاتي بيبي بلو، هاتي تركواز، هيبقى تحفه عليك. ايه يا رانيا اللي انت بتقوليه ده؟ تركواز ايه وبتاع ايه؟ الحاجات دي مش هتليق عليا. شرب 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 نو، ده يليق عليك عشان انت بيضه وفاتحه، بيضه وفاتحه. لا يا مامي مش هرجعها، مش هرجعها. وبعدين بخلي بقى ممكن ما يرضاش يغيرهولي. يا سلام ليه ان شاء الله؟ جايباه من انهي مول وانا اروح اكسره؟ مول مول والله، وبيضه تروح المولات اهو. امال بتشتكوا الفقر ليه يا حبيبتي؟ والله وبتعرفوا طريق المولات اهو. يا بنتي ده انت ابوكي مات في الغربه عشان ما عرفش يقول ام هانجري. شرف شرف يوسف بقى زفت هنابة. لو سمحتي ما تتكلميش على ابويا ابدا، ابويا اصلا بيتكلم سبع لغات. وبابي العمي كان بياكل في مطعم، عمر اهلك ما شم ريحه اكل المطعم دي. تقصدي ايه يا رانيا؟ ما تقصديش يا سنة. ولعلمك صوتي معليش عليكي. بحسب. ادخلوا ادخلوا، عاجبك الكلام ده؟ انا بقى اللي سايبك هنا يا استاذ وماشي. بابي بابي ده ايه يا روح بابي؟ بابي اللي جالنا عشان يقول لنا ما نشتريش المطبخ. عشان ايه؟ الميزانيه لا تسمح. لا 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 يا اماغ يا اماغ يا اماغ. لا يا حبيبتي بقى، احنا اللي شارين الفرشادات كلها بتاعه البيت، بقمره الفوتيه اللي انت قاعده عليه من كتر وعادك عليه بقى يشبهلك. يا بنتي يا بنتي يا بنتي، تصدقتي ولا ايه؟ ده حته الشنطه الاوبن بس بس من كل حته فيها. صار يا بنتي يا ناس يا ناس يا ناس، كفايه. عايزين نعرف بهدوء كده، مين اللي جاب المطبخ ومين اللي جاب التلاجه؟ اما انت راجل غريب صح، حاجه غريبه. عائليه وعائله بتتكلم نسايب، بتتحش ليه ما بيناتنا؟ بنت عيب عيب تكلمي الحاج بالطريقه دي. ايش 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 يشرب فيه خالص. بس استاذ
معلش يا استاذ زكي احنا اسانين خالص قصت دول عره من الحديد كده يعني من تحت الارض كده يعرونا بس انفورشنتلي قرايبنا مين دول اللي عره ده انت اللي بس خلاص الله عليكم يا وانتوا عاملين فيها مجانين انا مش عامل لان انا مجنون فعلا مجنون ولسه حالك بالمصحة صحة بقى